بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان ده هو رقم 50. اي نعم، احنا حلينا رقم 51 و52 الاول قبل ده، بس ده كده الامتحان الاخير ان شاء الله. كده يبقى احنا خلصنا كاملا الكتاب، كتاب اي 1 52 امتحان. فطبعا الفيديو هنشره على اليوتيوب، فحضرتك لو بتسمعنا على اليوتيوب وحابب تنضم لينا للكتاب ده، فمجرد ما تشترك هتاخد ال 52 امتحان محلولين في فيديوهات زي الفيديو ده كده بالظبط. تعالى نبدا كده بسم الله عشان نشوف اول سؤال. شي اكيوزد سام، اكيوز يعني يتهم، وقلنا قبل كده الكلمه دي موجوده في منهجنا بثلاث صور. الاولانيه اكيوز someone of something او convict someone of something برضو و charge someone with something. الثلاثه معناهم يتهم بيه، وبنستخدمهم هما الثلاثه كصفه، بنقول be accused of وبي convicted of وبي charged with. الثلاثه كده صفات يا معلم. ادخل على السؤال بقى كده، بقول لك she accused them of not confidential information، معلومات اساسيه مهمه يعني about the private life، الحياه الشخصيه. speak يتحدث، attack يعني يهجم، leak يعني يسرب، وبريث اللي هو بريزنج اللي هو التنفس. فحضرتك انت بتقول هم متهمين بتسريب معلومات اناسيه. عايزك تفهم كده ان كلمه ليك معناها يسرب اخبار، يسرب مياه، يسرب غاز، اي حاجه فيها تسريب. I don't like to be not when I am talking about an important piece of work. بقول لك انا ما بحبش اكون ايه لما اكون بتكلم على حاجه مهمه في الشغل. interrupted يعني اقاطع، حد يقاطعني. interpret يعني يترجم. infect يعني يصيب بالعدوى. وinsist يعني يصر على، بعدها بنجيب on والفعل مضاف له ing. ممكن نقول insist that ونجيب بعدها جملة فعلها مصدر، واكيد انت فاكر معايا الملحوظة دي ونكتبها تاني عشان احنا دايما بننساها. حضرتك كده عارف ان احنا عندنا كلمة insist هي وكلمة encourage اللي معناها يشجع، وعندك كمان كلمة ask اللي معناها يسأل، وعندك كمان يا باشا كلمة suggest اللي معناها يقترح، وعندك كمان كلمة important اللي معناها أساسي أو مهم، وعندك كمان necessary اللي معناها أساسي أو مهم. هنا إيه؟ وعندك كمان vital. الكلمات دي كلها كده بنجيب بعدهم ذات وبعدين فاعل وبعدين فعل في المصدر أيا كان الفاعل اللي في الجملة. الناس دي كلهم كده بنفس القصه، مع ملاحظه ان كل واحده من دول لها حاله لوحديها. يعني عندك مثلا انت عارف ان انكارج لو ما جبناش بعدها ذات فاعل فهنجيب بعد انكارج سمون مفعول يعني تقول مصدر، او انك انت تستخدم انسيست اي ان جي وهكذا. ده مش موضوع، انا بتكلم على ان الناس دي كلها كده لو جبنا بعدهم فاعل وذات، او ذات وفاعل والمصدر، او ذات فاعل شود والمصدر. مش قضيتنا في السؤال بس انا حبيت افكرك عشانها بنراجع. Teenagers usually look not to celebrities and try to be like them. انا عارف دايما كنت بقول لك كده ان في مصطلح اسمه لوك اب تو يعني يحترم. المصطلح على بعضه كده اسمه لوك اب تو. اعرف ان المصطلح ده بيجي معاه دايما كلمه رول موديل اللي هو القدوه اللي بنتخذها، وبتساوي كمان كلمه لوك اب تو بتساوي كلمه ريسبكت، عشان تبقى انت عارف الثلاث معلومات. يبقى لوك اب تو بتساوي ريسبكت، وبتساوي او بتستخدمها مع رول موديل اللي هو القدوه الحسنه اللي بتتبعها. Everyone was not towards him listening carefully to his explanation. الناس كانوا كلهم ايه ويسمعوا له باهتمام. respectable ولا respected ولا respect ولا respectful. انا هقول لك بقى الاربعه دول تاني عشان احنا حكيناهم في اول امتحان حلنا مع بعض، بس هنقول تاني. بص يا معلم، كلمه respect اول كده لوحدها، كلمه respect دي بستخدمها استخدامين كverb، وبنستخدمها كنون. كنون بمعنى الاحترام نفسه، دي كده معناها الاحترام. طب respect كفعل بمعنى يحترم. You should respect your parents، يجب عليك ان تحترم والديك. او اقول لك respect is very important in our company، الاحترام شيء مهم في شركتنا. طيب الحاجة التانية كلمة respected دي معناها محترم لانجازاته. حد عمل انجازات فاقول لك ان هو respected. زي مثلا على سبيل المثال الدكتور، المهندس، الاستاذ، الممثل الفلاني، تقول على طول مباشره respected. طب الحلمه الكلمه اللي بعد كده بقى، عندك كلمه respectful دي بيجي بعدها حرف الجر to او towards. لو انت عايز حرف جر هتجيب دول، ودي معناها مؤدب يعني بيحترم الاخرين. لاحظ ان انت عند respected كنا بنقول محترم، يعني محترم للانجازات يعني الاخرين يحترمونه معناها كده. لكن انت عند respectful معناها محترم يعني مؤدب. You should always be respectful towards your teacher، لازم ان تكون محترما مؤدبا مع معلميك. امال ايه كلمه respectable؟
respectable دي حضرتك برضو معناها محترم، بس فين الفرق بقى؟ respectable دي محترم معناها حسن السمعة، خصوصا لما تكون بتتكلم على فندق مثلا معين، وظيفة معينة، سيارة معينة، فتقول عليها respectable. طب ارجع كده لسؤالك، الراجل هنا بيقول لك ايه بقى؟ الناس كانوا بيسمعوه باحترام، يعني الناس كانوا مؤدبين وهم بيسمعوه، فعشان كده خدنا respectful. طيب الجملة اللي بعد كده، each she not a lot of her time traveling around the country. she took، بص عندك تيك وسبند، احنا عدينا لهم قبل كده برضو في الشرح، بس هنقولهم تاني عشان افكرك. افتكر معايا كده دايما اني قلت لك ان كلمة تيك لو انت فاكر لها احتمالين، نجيب الفاعل العاقل، العاقل يعني، وبعدين تيك مدة زمنية، وبعدين تو الفعل في المصدر، وممكن نجيب غير عاقل عادي وبعدين تيك وبعدين مدة زمنية وبعدين تو والفعل في المصدر. لكن انت عندك سبند يا معلم، سبند لازم اللي قبلها هيكون عاقل وبعدها هناخد الفعل المضاف له اي ان جي. عشان كده انت ممكن تقول في جمله مثلا، انا خدت 3 ايام في قراءه الكتاب، ده معناها انا عاقل، يبقى اي توك 3 دايز، انا استغرقت 3 ايام تو ريد ذا بوك، عشان اقرا الكتاب. او ممكن اقول لك ذا بوك اللي هو الغير عاقل اهو، توك 3 دايز، توك 3 دايز، مش هتقول تو بي ريد، لا هتقول تو ريد لكي يقرا. او ممكن تقول برضو اي سبنت، ما هو انت العاقل، اي سبنت 3 دايز، قضيت 3 ايام ريدنج ذا بوك، في قراءه الكتاب. فانت ممكن تبدا بالعاقل فناخد سبنت او تيك، او نبدا بالغير عاقل فناخد تيك بس. طيب ايه علاقتها بالسؤال؟ علاقتها في السؤال ان انت كنت ممكن تقول هنا في الجمله دي وتبقى صح وزي الفل، انك انت كان ممكن تقول اي توك ا لوت اوف تايم تو ترافل، او شي توك ا لوت اوف تايم تو ترافل، لكنهم مديني ترافلنج الحين اضاف اي ان جي فناخد سبنت. طيب the memory of that day still not me، الذكرى اللي حصلت في اليوم ده ما زالت تطاردني، I wish I could forget it. السؤال ده مش عارف ليه حاسس ان الفكره دي هتيجي 25، هتيجي السنه دي 2024 25، مش عارف ليه. كلمه فرون دي معناها يكشر، وكلمه بوت يعني يكشر، الفرق بينهم ان فرون بيكشر بال اي برو، لكن بوت يكشر باللبس اللي هي الشفايف. بايس يعني نحاز، اخت بري جا دس. امال كلمه هانت يعني يطارد الشخص، خد بالك هانت معناها الذكريات تطاردني، لكن في كلمه اسمها هانت اتش يو ان تي، انت عارف دي معناها يصطاد، يطارد يصطاد يعني. Did you both hurt not، هل انتوا جرحتوا انفسكم؟ انفسكم يبقى يور سيلفيس. امال لو قال لك ديد زي كنا هنقول زيم سيلفيس، وهكذا. طيب امتى ناخد يو معاها يور سيلف؟ بص كده انا ممكن اقول لك على سبيل المثال، اسمع كده الكام سياق دول، ممكن اقول لك ديد يو علي، did you علي hurt، هنا هنقول ايه your self، هل انت يا علي جرحت نفسك، يا علي جرحت نفسك، او did علي hurt، هل علي جرح him self، جرح نفسه، او did علي، علي and سام، هل علي وسام جرحوا them selves، زم سيلفس انفسهم. فانا هنا هرجع للسؤال بقى واقول لك، انا بسال بقول له هو انتوا بوث كلاكما جرحتم انفسكما. This book is so boring، الكتاب ده ممل جدا. I wish I not reading it، بقول لك الكتاب ده ممل جدا. طبعا انت عارف ان بعد وش يا عم موضوع خلصان بالنسبه لك، ما ينفعش نستخدم مضارع اطلاقا، موضوعها منتهي. طيب حاجه تانية، انت بتقول الكتاب ده ممل، يا ليتني لم ابدا في قراءته، يعني انت بدات وقرات، فانت بتتكلم على ماضي فتاخد hadn't started، فكرتها يا عم على السريع عشان اعرفك انت اكيد في مات البطيخ قد تكون نسيت، ولو انت فاكر قول معايا. وش يا عم زي ما قلنا قبل كده بتساوي اف اونلي، اف اونلي، ودي لها اربع احتمالات وملحوظه، فاكر انت قلت لك بنفس الاليه دي كده. الملحوظه الاولانيه ان احنا ناخد بعد وش تو المصدر، الملحوظه الثانيه انك تاخد فاعل وبعدين كود او وود والفعل في المصدر، الملحوظه الثالثه انك تاخد فاعل وبعدين ماضي بسيط، الملحوظه الرابعه والاخيره انك تاخد فاعل او الحاله الرابعه يعني وبعدين ماضي تام. انت قلت لي يا مستر ليها ايه؟ اربع محالات وملحوظه. ايه ملحوظه عشان قبل ما اقول الحالات؟ الملحوظه يا معلم ان ممنوع ياتي بعدها اي تصريف اول، اي تصريف اول ما يجيش ابدا، ولا مضارع ابدا ابدا، ما هو تصريف اول يعني مضارع يا مستر، اه عشان ممكن يديني ويل فتفتكرها صح، غلط يا معلم. طيب انا هنا في الجمله بقى الاولانيه، امتى ناخد تو المصدر؟ نستخدم تو المصدر لو ما فيش فاعل، اقول لك اي ويش تو جو، او نستخدم فاعل وكود والمصدر ده لو مستقبل. طب نستخدم ماضي بسيط لو مضارع، نستخدم ماضي تام لو ماضي. طب اديني مثال كده عشان عارفك انت هتنخدع. لو انت بتقول مثلا اي ام
بروك. اي ام بروك يعني انا دلوقتي مفلس. اي وش اي نوت ماي ماني. حلو الكلام. يا ترى هتقول لي بقى اي دونت سبند ولا didn't spent ولا hadn't spent؟ هتروح انت بقى الناصح وتقول لي يا مستر ما هو قال لي اي ام يبقى ده مضارع والمضارع ناخد له ماضي بسيط، فتروح انت واخد لي didn't spend وراح انا قايل لك يا معلم غلط غلط غلط. ازاي غلط يا عم؟ مش انت لسه قايل لي حالا المضارع ناخد له ماضي بسيط؟ ايوه يا معلم، المضارع اللي هيبقى هنا هو اللي نختار له. ركز كده، انا مفلس يا ليتني لم انفق نقودي. كلمه لام دي اصلا بتنفي الماضي، فحضرتك تاخد ماضي تام يا معلم لو هادنت سبنت. انت عارف ايه اللي خلاك تقول لام تنفي الماضي؟ ما الطبيعي انك انت الف ب عربي عارف ان لم نفي الماضي. لم اكل يعني ما اكلتش، وان لن نفي المستقبل. لن اكل يعني سوف لا اكل في المستقبل. طب لا نفي المضارع. حلو الكلام. فحضرتك لما لقيت لم قلت لنفسك ده ماضي فناخد له ماضي تام، فعشان كده ناخد في الجمله دي هادنت سبنت مع انها مضارع، فانتبه يا رعاك الله. ارجع كده لجملتك تاني كده في رقم 9. طبعا اكد لك على اللي احنا حلناه في 8 بس، بقول لك يا ليتني، لا بقول لك الكتاب ده ممل، يا ريتني لم ابدا. لم دي نفي الماضي. حلو الكلام. طيب ذا برنسبال بانشد ذا بيوبلز ان ذا اكزام. بقول لك ان المدير عاقب الطلاب الذين هو غشوا، يبقى تشيتنج او هو وير تشيتنج. المهم هو وكل اللي معاها اتشال، بما ان ده معلوم فناخد اي ان جي، فعشان كده ناخد تشيتنج يا باشا. طب ليه ما ناخدش هو تشيتس؟ اصل بقول لك عاقبه يعني هم غشوا في الماضي، فارمي دي في الشارع. طب ذات تشيتس برضو مضارع. ثانيا هو ذات يدهم زي بعض، ما تبقى ناصح كده. طب ليه مش هوم يا باشا؟ ده هم اللي غشوا، هم الفاعل، هم دي مع المفعول. Would you like me meat or fish؟ حابب لحمه ولا سمك؟ قال لك I like not but I usually have meat. بص يا باشا انا غالبا باكل لحمه، بس بصراحه يعني انا ما عنديش مشكله في الاثنين، فانا بحب الاثنين. بوث. هل تحب تاكل لحمه ولا سمك؟ انا بحب الاثنين بس غالبا باكل لحمه، فعشان كده خدنا بوث. طيب السؤال رقم 10 ده عشان نلعب على وتر باكتر من صيغ، اكتر من سياق يعني. ركز معايا كده في اللي هقول لك ده. الراجل بيقول لك يا عم في السؤال العالمي اللي هنحل عليه اكتر من فكره، بيقول لك دو يو لايك ميت اور فيش؟ تاكل سمك ولا لحمه يا ابني؟ فتروح انت قايل له نوت اي لاف بوث، تمام، او نوت اي هيت بوث، تمام كده، او نوت اي ام نوت هانجري عشان ممكن يغير في السياق، او نوت ات دازنت ماتر. ات دازنت ماتر والله مش مشكله يعني، اللي يجيبه عادي. تعال نشوف كده واحده بواحده. في الاولانيه هنا الراجل بيقول لك ايه، حابب تاكل سمك ولا لحمه؟ فانت قلت والله بحب الاثنين، يعني هات لي اي حاجه. اي حاجه دي بالانجليزي يا معلم اسمها ايزر. طب هنا بتقول انا بكره الاثنين، اي هيت بوث، يعني لا دي ولا دي. فحضرتك تاخد هنا نيزر عشان هو مش عايز لا ده ولا ده. طب بيقول لك اي ام نوت هانجري، انا مش جعان، يعني مش عايز دي ولا دي، يبقى نيزر برضو. طب اللي بعدها بيقول لك اي دازنت ماتر، مش فارقه معانا، يبقى اي حاجه هتبقى زي الفل، يبقى ناخد ايزر يا باشا. طيب لو انت قلت لي بقى نقط اي ام جريدي، انا راجل طماع، ام جريدي، معنى انك انت بتقول انا طماع يعني انت عايز الاثنين، فاديني بوث. حلو. طب لو انا بخيرك بين ثلاث حاجات، بقول لك فيش ميت اور سوليد، تاكل لحمه ولا سمك ولا سلطه؟ فانت ممكن تقول لي ولا واحده من دول، فتقول نان. اشمعنى نان؟ عشان نان يا مستر بتيجي مع ثلاثه وانت طالع. طب انت عايز تاخدهم هم الكل، هتقول لي اول، يعني كلهم هم الثلاثه. لاحظ انت هنا فوق لما جيت تقول لي كلهم قلت بوث لان هم اثنين. في اللي بعدها بتاعت فيش وسمك وسلطه ولحمه دي قلت قول، لان قول بيجي مع الثلاثه. لو انت فاهم هتلاقي الدنيا جميله معاك والله، لو مش فاهم محتاج انت تولع في نفسك. المهم would you like meat or fish؟ فانت قلت لي بوث. طيب هنا انا رفضت افري لان افري لازم بعدها اسم. فاكر انت الملحوظه اللي قلت لك عليها دي؟ لو انت ما سمعتش القاعده دي او ملخبطه معاك اسمعها على القناه. Her smile is fantastic. I think she not. ابتسامتها رائعة. أعتقد إن هي. She her teeth. مش هينفع نبدأ بالفاعل وبعدين ضمير المفعول بعدها. فرمي دي في الشارع. طب سؤال رقم 2. She ديت يعني نجيب بعدها gets يا إما got. فرمي دي في الشارع برضو. الحاجة الثالثة. Whiten her teeth. معناها إنها بتنظف أسنانها بنفسها. يعني كده معناها إن هي بتعمل كده بنفسها. ما هي مش دكتور حضرتك أسنان عشان تنظف نفسها. يبقى الإجابة الصح. She had her teeth whitened. تنظف لها أسنانها بشكل دوري. Alone at home, George
felt unhappy لانه ترك ولا لانه ترك لانه ترك فده مبني المجهول. اقسم بالله لو انت فاكر اللي انا بقوله لك دايما ما هتندم ابدا. انا قلت لك قبل كده لو بدانا الجمله بالباست بارتيسيبل يا كابتن يبقى ده مبني المجهول. لو بدانا الجمله يا ابني بالفعل مضاف له اي ان جي فده مبني للمعلوم. طب واضرب المثال ده كده في السريع هنا كده. لو بقول لك not his house John met us. الحاجة التانية not alone at home he cried. he cried ركز معايا في العربي كده. انت هنا في الجملة بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو جون ده جون قابلنا بعد ان غادر ده معلوم صح؟ يبقى تروح انت مديني leaving يا باشا. طب هنا لوحده في البيت هو بكى بعد ان تريكا اهي توريكا فده مجهول فانت هتروح مستخدم لي هنا يا باشا عشان شاطر كده لفت لفت الون ات هوم بعد ان تورك وحده بالمنزل بكى معرفش ولا كان ايه اللي حصل. فهنا نفس القصه بقول لك ان هو بعد ان تورك وحده بالمنزل جورج بدا يشعر بالحزن. يبقى انت عايز ماضي بسيط اللي هو تصريف الثالث يعني سوري ماضي تام ده او التصريف الثالث من الفعل ما هوش حاجه خالص ده مش ماضي تام بسيط ولا تام ده تصريف ثالث من الفعل وركز في الحته دي عشان مبني مجهول. طيب ارجع بقى لجملتك اللي بعد كده راح بقول لك هنا في رقم 13 he not phoned me this afternoon I was in the house all day. انا يا عم كنت طول النهار في البيت يعني هو اكيد مش اتصل فكانت هاف. طب لو قلنا would have يبقى انت عايز قاعده اف. لو قلنا might have ربما انه فعل وmust have يعني اكيد اتصل. ان دول از نوت ا تايب اوف ان اي سي مش نوع من انواع المقال. في مقال اقناعي وفي مقال روائي وفي مقال ديسكريبتيف وصفي بس ما فيش مقال شخصي. ما فيش حاجه اسمها مقال شخصي. في مقال بيحكي التجربه الشخصيه اللي هو اسمه الريفلكتيف ايساي.